مريم، تتذكر الأفلام كابتن مارفل، فينوم، وديون؟ خرجت مؤخرا. ديون تفرجت فيه، آخر فيلم تفرجت فيه كان هو ديون. الفيلم هذا الموسيقى الترويجية لأحد التريلرز أو الأفلام الترويجية اللي نزلت ليه ألفها ضيفنا الموالي من مدينة تلمسان من الجزائر. نتعرف عليه في الفيديو هذا وبعد نستقبلوه معنا في اتصال فيديو. لنتعرف على عبدالرؤوف جفال. عبدالرؤوف مؤلف موسيقي للإعلانات الترويجية والمؤثرات الصوتية وألعاب الفيديو، ومن أشهر الأفلام التي اعتمدت موسيقى في إعلاناتها الترويجية ديون، فينوم، دارك فينيكس، واللائحة طويلة. عبدالرؤوف درس الترجمة لكن اهتمامه دوما كان للموسيقى. كنت في عمري 18 سنة كجيتاريست في جروب هنا في تلمسان، كنا نديرو دي كوفر تاع روك بوب بلوز. وحلم عبدالرؤوف to be one of the best composers in the world. والآن كينضم لنا من الجزائر عبر اتصال فيديو المؤلف الموسيقي عبدالرؤوف جفال. عبدالرؤوف مرحبا بك معنا. عبدالرؤوف، عادة العمل على الموسيقى التصويرية معقد شوية، يعني الفيلم يشتغل عليه شخص، الأفلام الترويجية يشتغلوا عليها مؤلفين موسيقيين تانين. ممكن تعطينا لمحة عن الخطوات العمل مع شركة هوليود الكبيرة في الإنتاج؟ نحن نخدموا لا ميوزيك تاع لي بونز انونس، مي كونتاكتيوناش لي رياليزاتور ولا لي برودكتور تاع الفيلم اللي يخدموها. كان يوساتن يراشي يعني في التعامل في لي ايتازوني مع هاد لي جون دو بوط لا ميوزيك. دونك حنا نخدموا مع لي بوط دو برودكسيون دو ميوزيك لي يديروا لا ميوزيك بوغ هاد لي فيلم ولا تي في سبوت، وهادو مع لي بوط يخدموا مع الحاجه اللي عيطولها تريلر هاوسز. وتريلر هاوسز هما اللي يخدموا مع موفي ستوديو. دونك تريلر هاوسز هما اللي يخدموا مع باغ اكزومبل جيني فينوف تاع ديون او اي اذر يعني رياليزاتور. يجيبوا لهم دونك يجيبوا لي ستوديو، يجيبوا لهم مقاطع، يقولوا لهم نخدموا لنا بوند انونس على الفيلم تاعنا. وهذوك لي تريلر هاوسز يكونتاكتيو لي بوات اللي حنا نخدموا معاهم. وحنا كنا ديجا خدمين ديمو سو، صافير عام عامين هكا يكونوا ديمو سو ديجا، ماشي not really recent, you know. So دونك يكونوا مخدومين عام عامين من قبل. وهي وكيما يقولوا دي فوا سا مارش دي فوا سا مارش با، دونك هاي ريسك هاي ريورد. عبدالرؤوف، هل هناك انواع موسيقيه تحب انك تنتجها وتتوجه لها دائما؟ نحب تشالنجز. I really like challenges. بصح يعني preferences تاعي يعني نحب حاجه اللي تكون فيها اكشن وتكون فيها it kinds of really dark sometimes, you know, moody, go towards those kind of sounds more than any happy places, something like that. But I can do everything. So ندير كل حاجه. يعني الاكشن مجال المفضل خلاص. هو من مثير الانتباه يمكن انه عبدالرؤوف نحكيه على الموسيقى بشكل كبير ونحكيه على التفاصيل الموسيقيه، لكن في الاساس انت درست ترجمه. كيف قمت بالتحول هذا عبدالرؤوف من الترجمه الى الموسيقى؟ دي سي دي تقولوا لي نترجم كلام، نترجم ايموشنز. لا يعني ترجمه او اي دراسه يعني which is really funny كان يعني kind of a plan B to me. Because I really wanted to succeed on music. كنت نقرأ تراديوشن ماستر عن تراديوشن، ومن ثم نتعلم بوحدي زعما اللوجيسيا دو برودكسيون كيفاش يديروا the ins and outs of trailer music. عبدالرؤوف، هذه المرحلة أنت ذكرت أنك تعلمت من تجاربك في العمل وكذلك تعليمك الذاتي، لكن بالنسبة للشباب اللي عندهم اهتمام بهالتأليف الموسيقي، شنو ممكن تنصحهم؟ إذا أنصح يعني إذا كان عندي نصيحة واحدة أنصحهم يبدأوا الآن وما يستناوش حتى يكونوا يعني جاهزين. يعني هذه الحاجه اللي نقدر نقولها باسكو من بعد ندموا على لو فيلم ما بداوش بكري. طيب شكرا لك عبدالرؤوف جفال. شكرا، ماشي يعطيك الصحه. شكرا.